على مشاريع البحث، مشاريع مختلطة بين الجزائر وتونس، فيما خاصة في مشاريع امتياز، في مشاريع بحث. وكنا تكلمنا كان في انتقاء ل 25 مشروع بحث مختلط بين البلدين، وكذلك تكلمنا على مخابر بحث كذلك امتياز بين البلدين. كاين 6 مخابر بحث امتياز بين البلدين، ان شاء الله يكون تفعيل للجنة المشتركة بين البلدين، لجنة التعليم العالي بين البلدين.